اهلا بيكم في المرسم. قبل ما ابدا بفلوج الاسبوع ده، لو ما شفتوش فلوج الاسبوع اللي فات يا ريت تروحوا تشوفوه، لانه ده يعتبر الجزء الثاني منه. زي ما حكيت لكم كده الاسبوع اللي فات ان انا حضرت كذا ورشه على هامش معرض دكتور خالد السماحي، كان في متحف محمود مختار. الورش طبعا مجانية، وغالبا كده الورش اللي انا بتكلم عنها بتبقى مجانية، فلو عايزين تعرفوا ممكن تحضروا ورش ايه هسيب لكم الاكونت بتاعي على الانستجرام، دايما بحط الاعلان قبلها مثلا بيوم او يومين. الورشه بقى اللي انا حضرتها وهتكلم عنها في البلوج ده هي كانت ورشه نحت على يومين. بالنسبه لي دي كانت فرصه حلوه جدا، لان انا اصلا بحب النحت ومهتمه قوي ان انا اتعلمه. ففي اليوم ده انا قابلت فنانين كتير واتفرجت عليهم وهم بينحتوا، واتعلمت حاجات انا ما كنتش عارفاها، وقابلت فنانه جميله جدا وهي نحاتة المنيا، الفنانه مي عبد الله. كنت منبهره جدا بالشغل بتاعها والنتيجه اللي طلعتها في اخر الورشه في اليوم الثاني. وهسيب لكم كمان الاكونت بتاعها على الفيسبوك علشان تتابعوا شغلها الفظيع جدا. طبعا النحت في الفكرة عامة مش بيختلف كتير عن الرسم، يعني برضو له اساسياته ومحتاج ان الواحد يجرب فيه كتير علشان يعني يتعلم ويفشل وهكذا لحد ما يوصل لنتيجة كويسة. انا بالنسبة لي حضرت السنة اللي فاتت تقريبا ورشة نحت، بس كانت اربع مرات، بس كان حاجة كده زي مقدمة بسيطة عن النحت والادوات. اتعلمت ازاي اعمل الاشكال الهندسية، ازاي اتعامل مع الطين، ازاي ان انا ممكن استخدم الادوات المختلفة، برغم ان برضو الادوات ما هيش حاجة اساسية قوي في البداية. طبعا بشوية المعلومات اللي انا كنت عارفاها قبل كده قدرت ان انا امشي نفسي شوية في الورشة دي. ما كانش فيها شرح، كان فيها فنانين بيشتغلوا وكل واحد كان جايب مجموعة ادوات معاه، وكمان الطين كانوا موفرينه في المتحف، فانا كان معايا ادوات بسيطة جدا. بالنسبة بقى للطين، في الطين الاسواني وفي طين ابيض. الفرق بين النوعين ان الطين الاسواني فيه اكسيد حديد، هو ده اللي بيخلي اللون بتاعه احمر، لكن الطين الابيض بيبقى فيه شوائب اقل وبيبقى انقى. النوعين كانوا موجودين في الورشة، فانا يعني اللي كان قدامي هو الطين الابيض فاشتغلت بيه. وقبل كده لما كنت باخد برضو ورشة السنة اللي فاتت في النحت، كان اللي متوفر وقتها هو الطين الاسواني، فما حسيتش بفرق كبير بين الاثنين لما كنت بشتغل بالطين الاسواني او لما اشتغلت في الورشه دي بالطين الابيض. لما كنت بنزل حاجات من الورشه على الانستجرام كان بيجي لي سؤال، هو انه الطينه بتنشف مع الناس ازاي نحافظ عليها. ممكن ان انتوا وانتوا بتشتغلوا يبقى معاكوا سبراي ميه، فلما تحسوا ان الطينه ابتدت تنشف قوي منكوا ترشوها، ولو هتوقفوا شغل عليها وترجعوا تكملوا زي ما احنا ما عملنا. كانت الورشه على يومين، فكنا بنرطب الطينه، بخينا عليها ميه وغطيناها كويس قوي بكيس بلاستيك كبير بحيث ان هي كانت مقفوله كويس فمش بيدخل لها هواء. فلما جيت اكمل تاني يوم الشغل بتاعي كان التمثال مش ناشف، وعرفت ان انا اكمل عليه. دايما بقول في الرسم ما تشغلوش نفسكم قوي بالادوات في البدايه وتعلموا الاساسيات.
انا برضو من تجربتي شايفة ان النحت ينطبق عليه نفس الطريقة. الحاجة الاساسية كانت في البداية هو ان الواحد يكون الكتلة الاساسية، وفي المرحلة دي كمان بيبقى اغلب الشغل بالايد، ما بيبقاش الواحد محتاج التولز الصغيرة او اللي بتعمل تكستشر اللي هي بتاعة النحت. الحاجة الاساسية هي ان الواحد يعرف ازاي يكون كتلة، ازاي يعرف يتحكم في الطين. لو عايزين مثلا الحاجة تطلع بحجم معين، مفضلش احط طين وانا مش مدركة الطين ده لما يتراكم هيوصل حجمه قد ايه في الاخر. فدي حاجات بيبقى الواحد محتاج ان هو يتدرب عليها في الاول قبل ما يفكر انا هجيب الاداة اللي بتعمل التفاصيل اللي في العين، او هعمل بيها تكستشر في البشرة او في الشعر او الحاجات دي كلها. يعني حتى في الورشة كنت بلاحظ ان مي مثلا بقت تستخدم مسمار عادي جدا، يعني لقته فبدأت تستخدمه، فروحت انا كمان عملت زيها لان ما كانش معايا ادوات اعمل التفاصيل اللي في العين او الحاجات الصغيرة قوي دي. فدي الحاجة اللي انا كمان كنت بتكلم عليها في الفلوج اللي فات، انه الواحد لما يحضر ورشة يحاول انه يشوف ويراقب الناس اللي حواليه بيشتغلوا ازاي، ايه التركات او الحاجات الخاصة بيهم اللي هم بيحبوا ان هم يعملوها، فالواحد يبقى عنده مع الوقت خبرة ويبقى عنده ذكاء فني. يعني الذكاء الفني ده حاجة مهمة، بالاضافة لان هو بيتكون من خبرات متراكمة بيساعد الفنان ان هو يتصرف في مواقف كتيرة جدا. يعني انا نسيت الاداة دي مثلا النهاردة، طب هعمل ايه؟ يعني ما اشتغلش، لا احاول ان انا ادور على بدايل حواليا ومشي الموضوع. بالنسبة بقى للتمثال بتاعي، بما اني يعني ما عملتش بورتريه كامل كده بالنحت في الورشة اللي فاتت او قبل كده خالص، فحاولت ان انا في البداية اتفرج شوية الفنانين اللي حواليا بدأوا ازاي، بس برضو كنت محتاسة لان ما كانش فيه شرح دايركت. فالموضوع كان ممتع بصراحة ان انا بجرب لوحدي. بالنسبة لي كمان برضو من الحاجات اللي حسيت فيها بفرق، انه يعني العمل الفني عامة بيبقى محتاج طاقة وصفاء ذهني بشكل كبير جدا، بس النحت فعلا محتاج مجهود بدني فظيع. والواحد بيفضل واقف وعمال بيشتغل من الحماس مش قادر يوقف. فما حسيتش ان انا تعبانة فعلا غير لما رجعت البيت، كنت خلاص بقت تعبانة جدا فعلا، بس في نفس الوقت كنت مستمتعة جدا وانا بشتغل. والنتيجة تاني يوم على قد ما هي ما طلعتش شبه الموديل قوي، بس حسيت ان انا اكتر حاجة عرفت اعملها ان انا اتحكمت في الكتلة. انا ما بحبش، يعني ما كنتش عايزة اعمل التمثال تكون الكتلة بتاعته كبيرة جدا. وعلى قد ما انا ما كنت مبسوطة بالتمثال، لان انا ما قدرتش اخد التمثال معايا طبعا لانه هو تقيل جدا، يعني انا كنت بتحرك بيه في الورشة بالعافية. فالمرحلة اللي بعد كده انه التمثال بيتعمل له قالب جبس، انا طبعا ما وصلتش للمرحلة دي لان انا لسه مبتدئة، فحاولت ان انا اصور التمثال على قد ما اقدر من كل الزوايا. دي حاجة مهمة جدا ان الواحد يتابع التطور بتاعه من اول ما بيبدأ حاجة معينة، عشان لما اعمل التجربة دي مرة تانية اشوف انا اتطورت فين، ودايما اقارن انا كنت فين وبقيت فين، ما قارنش نفسي بشغل حد كان بقاله مثلا 10-15 سنة بينحت واقول ان انا مش عارفة اوصل للمستوى ده او مش قادرة اوصل للمستوى ده. ان شاء الله دي مش هتبقى اخر مرة اجرب فيها النحت، هجرب تاني وتالت.
لحد ما اوصل لنتائج افضل من كده. يا رب تكونوا انبسطتوا بالفلوج الاسبوع ده. لو عندكم اي اسئله او اقتراحات اكتبوها لي في الكومنتس، ولو دي اول مره تشوفوا فيديو على المرسم وعجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا جدا لمتابعتكم، وبتمنى لكم يوم مليان فن وجمال.